breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. But I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Les amis, j'espère que vous êtes Camille Becher ou Camille Mzian de vous son hard zwin, weekend zwin, otla mziana ou kulchi huwa hadak. Araf trasi ghabrat alikom chouye, walakin daba rjat alikom video akhor, video jdid. Atkoun qraytou le titre, araftou le video chnou ghadi kon fiye, ghadi nchark maakom quelques articles li khditoum ana, min Waikiki ou min Shein. Bien sûr, hna ma kanakhdou chouye ghalien, ki ikonou ghalien, walakin kanksnaoum ou li fiyam soldou kanakhdou. هادشي اللي كندير انا. دونك غادي نوريكم كما كيقولوا الهميزات اللي خديت من شيئين ومن وايكيكي. اغلبيه ديالهم غادي تلقاوهم حوايج ديال البرد، حتى دابا عارفين ان الصيف قريب يسالي وانا ما كناخذش حوايج الصيف بزاف كثر ما كناخذ الحوايج ديال البرد. ياك هي هادي، كناخذ حوايج ديال البرد كثر ما كناخذ حوايج ديال الصيف. انا راه شي نهار غادي تلقاوني واخا الصيف خارجه بحوايج البرد، مكرهش العام كامل يكون فيه غير الشتا والبرد باش نبقى نلبس غير حوايج ديال البرد هما اللي كيعجبوني. دونك دابا غادي ندوزو باش غادي نوريكم هادوك الهميزات اللي خديت. دابا غادي نبدا معكم بلي زارتيكل اللي خديتهم من وايكيكي. غادي نبدا معكم داكشي اللي رخيص وغادي نطلعو. دونك غادي نبدا معكم باول حاجه، هما هاد لي تيشيرت بيان سور في النوار، انا مضروبه على شي حاجه سميتها النوار. دونك خديت هذا، وثاني واحد هو هذا. إن واحد فيكم إن واحد فيهم عجبكم، مهم أنا حتىش نواغ بجوج معجبوني. دونك هادو ما عرفتش بشحال كانوا، ولكن أنا خديتهم بخمسين درهم، دايرين لهم سولد خمسين درهم. لي تيشيرت كاينين أشكال وأنواع بزاف، أنهم دايرين لهم خمسين درهم. أنا عجبوني هاد جوج هما اللي خديت. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسة. دابا غادي ندوزو لتاني حاجه اللي هو واحد السروال اللي صراحه كيجي زوين، انا عجبني. دونك غادي نوريه لكم، هو هذا كيجي لارج من التحت، المهم حتى هو خاصو يتلبس باش تعرفوا كيفاش كيجي. هذا كان ب 180 درهم بحال هكاك، انا لقيته انه بقى ب 100 درهم هو اللي خديت. قلبت ولكن لقيت واحد هو اللي لقيت في الطي اس هو اللي خديته، ما عرفتش يقدر يكون مازال عندهم الداخل، حيت كيبيعوا حاجه عاد كيبداو يخرجوا داك ستوك اللي عندهم الداخل. دونك غادي نلبسو توا باش نوريكم كيفاش كيجي في اللبسة. هي الصراحة كان خاصني نبدا لكم بهذا هو الاول، حيت هذا هو ارخص حاجة خديته بشي 40 درهم ولا 35، بقينا 40 درهم بحال هكاك باش خديته. دابا المشكل انكم ما كتلقاوش موديل واحد وفيه كاع لي طاي، وانه محطوط في بلاصه باين لا كتلقاو بلاصه مخلط فيها كلشي، داكشي معجل البرد معجلش حتى لي تيشيرت لي تريكو سراول كلشي كيكون مخلط تماك، وخاصكم تبقاو تقلبوا. دونك ما كتلقاوش لي طاي كاملين، هادشي علاش زوينه الطاي اس كتلقاو فيها كلشي. دونك هذا كيجي فيه واحد الافتتاحات حتى هو هنايا في الجنب بحال هكا، حتى هو غادي نلبسو وغادي نوريكم كيفاش كيجي في اللبسه. واخا كيبان لكم هكا ولكن كيجي في اللبسه واعر. دابا غادي ندوزو لاخر حاجه خديت، واوعر حاجه واحسن حاجه اللي عجبتني اللي هي هاد التريكو. المهم انا خديته حيت تخيلته بواحد اللبسه ديال انني غادي نلبسو، وغادي نلبس تحت منو شوميز في البلون، كنت غنقول لكم النوار، انا ديما النوار في البلون. غادي نخرج الكول ديالها من هنا والكمين ديالها من هنا، ما عرفتش واش غادي تصدق كيف ما انا كنتخيلها ولا لا،
المهم غادي نجرب انا يلا غادي نقيس وغادي نشوف كي غادي تجي هذا غادي الا مشيتو قلبتو غتلقاو فيه كاين يعني في بلاصه بوحدو فيه كاع لي كولور جو بون شي ثلاثه بحال هكا فيه الكري فيه النوار فيه البلو مارين ما قلتش واش كاين شي حاجه اخرى ولا لا فيه كاع لي طاي هذا ما عرفتش بشحال كانوا دايرين ليه ولكن خديتو انا ب 100 يعني دايرين ليه 100 درهم كاع هذوك لي كولور وكلشي اللي كاين تماك دايرين ليهم 100 درهم دونك دابا غادي نقيسو غادي نشوف داكشي اللي تخيلتو واش غادي يجي ولا لا غادي ندوزو لي زارتيكل اللي كيعجبوكم بزاف اللي هما ديال شاين غادي ندير لكم باول حاجه اللي هما هادو ديجا انا كنت خديت لوان اخرين كنت وريتهم لكم في فيديوهات اللي قبل ديال شاين ولكن دابا زدت هاد اللوان انني خديت الكري وخديت هاد البوردو صراحه زوينين انا كناخذ غير الطاي ديالي يعني الطاي اس هادو كتحتاجو بزاف لا فوقيت البرد ولا من غير البرد انهم كيبقاو يبقاو يتلبسوا لتحت دونك غادي نوريكم حتى هما كيفاش كيتلبسوا وما تنسوش انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر دابا غادي ندوزو لثاني حاجه اللي هي واحد جاكيت اللي حتى هي زوينه انا خديتها في هذا اللون هذه اللي هزه انا طاي اس اللي حتى ما فيهاش الاكس اس فيها من الاس حتى الاكس ال وفيها اربعه ديال لي كولور بحال هكاك المهم غادي نخلي لكم ليه باش تدخلوا تشوفوا دونك كتجي بحال هكا فيها القب هنايا اللور الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها ان الكمام ديالها شويه انهم جاوني طوال دونك هذه راه هي اصغر طاي اس ولا المشكل وقيله في يدي انا صغار لا المهم انا الحاجه اللي ما عجبتنيش هي فيها الكمام انهم كيجيو شويه طوال وخا فيهم هاد الايبال تحت ولكن كيجيو طوال دونك في هاد الايبال هنا الا بغيتو تصيروهم ولا لا المهم انا هادي انها واخا الكمام ديالها شويه طوال انها عجبتني وكتجي في اللبسه زوينه دونك غادي نلبسها حتى هي باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه دابا تقدروا تاني تعيروني ولكن راه تاني خديت جاكيت في النوار اجوريكم انا النوار ما كنساليوش مهم خليت تحت منها التريكو باش تبان لكم اكثر كيفاش كتجي راه هي الصراحه كان عليا ناخذ طاي اس انا خديت طاي اكس اس جاتني شويه قصيره ما مهم هي زوينه ولكن جاتني قصيره بزاف حيت خديت طاي اكس اس كان عليا ناخذ الاس هي جاتني هي هذيك ولكن هي الشكل ديالها انها قصيره هذا هو المشكل مهم التوب ديالها غنقرب لكم هو الدان ماشي هذا كبير الدان دونك حتى هي كتجي في اللبسه زوينه غير كان عليا ناخذ طاي اس غادي نلبسها حتى هي ونوريكم كيفاش كتجي في اللبسه دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي كانت غاليه وخديناها رخيصه وهي زوينه اللي هي هاد الجاكيت هادي الصراحه كتجي واعره دونك عرفتوا هذا ستيل ديالو كي داير هادي اللي خديت انا طاي اكس اس توب ديالها واعر يعني سخون رطب يعني تجي البرد خديت كما قلت لكم الاكس اس والاحسن حاجه هي انها كانت غاليه جو بونس 200 وشي حاجه ما عقلتش غادي نخلي لكم سكرين خديتها ب 160 درهم غنخلي لكم سكرين ما عقلتش المهم كتجي زوينه غادي نلبسها حتى هي وغادي نوريكم كيفاش كتجي عرفتي غير البنات
هاد لي بوت ولا لي كات لي ديال شيئين راه الصراحه راه واخا نبقى نهضر حتى الغدا راه ما يمكنش عندهم واحد لا كاليتي واعره ديال شي حاجه اللي تبغيو تصبر لكم واحد 3 سنين 4 سنين حتى 5 سنين خذوهم سيرتو هذا اللي خديت انا هذا ديجا خذوه منه البنات وخديت انا الحاجه الوحيده اللي فيه انكم ملي تبغوا تاخذوا بحال هذا خذوا نمره قل من جالكم انايا نورمالمون كنلبس 37 وهما شنو المشكل انهم كيصيفطوا النمره كبر من النمره اللي كتكتبوا يعني اللي كتكومونديو عليها انايا كنت كومونديت على 37 ملي وصلتني 38 دونك جاني كبير بزاف داكشي علاش بعتو وعاود خديتو خديت النمره 36 يعني ملي درت 36 يلاه وصلتني النمره 37 وجاتني هي هذيك دابا وصلنا لاخر حاجه غادي نوريكم اللي هو هذا ما عرفتش شنو كتقولوا لي الشال ولا كاب ولا مهم صراحه مقارنه مع الثمن انه رخيص غنوريكم التصويره انه كان كيبان صغير كان كيسحاب ليا شي شال غير صغير ديال الانق ولكن ملي وصل انه كبير راه اللي حليتو لكم كبير ديال انك ما انا قصيره جيني مانطا المهم حتى هو كيجي زوين غادي نوريكم كيفاش كيجي في الشكل ديالو غادي نكون ساليت الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا وتخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير شنو اللي عجبكم في الفيديو شنو اللي ما عجبكمش شنو بغيتوا يكونوا في الفيديوهات الجايين ولا في الفيديو الجاي وما تنساوش الناس اللي اول مره يدخلوا عندي لاشين اللي غطلع اليوم هاد لاشين ولا هاد الفيديو ما تنساوش انكم ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوقع وصلكم كاع جديد ودابا نخليكم ونتلاقاو في فيديو اخر